السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جيجي من قناة جيجي فريد. هكلمكم النهاردة على شوية حاجات جبتها للشعر، للعناية بالشعر الجاف والشعر المصبوغ، جبتها مؤخرا يعني ورأيي فيها. طبعا انا كلمتكم الاول عن ميلانو، ده الواكس بتاع هير واكس للشعر، ده كريم واكس للشعر لترطيب الشعر، حلو جدا ومكلماكم عنه قبل كده. جبت كمان نوعين جداد كان عليهم عرض فجبتهم من شركة بازيليك، برضو تبع شركة ميلانو. طبعا دي كلها منتجات مصرية وجودتها عالية جدا. انا حطلكوا ده بس مع الحاجات اللي انا اشتريتها، طبعا كلمتكم عنه كتير جدا، اللي هو الو ايفا امبولات الصبار ببروتينات الحرير والصبار، ده تحفة للشعر المصبوغ، وطبعا مكلماكم عنه قبل كده. هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. وفيانسي ده كمان جبته لشعري برضو، الزيت ده تحفة اللي هو بالصبار، ما لقيتش السبعة في واحد بس هو ده انا بحبه اكتر من السبعة في واحد. فيانسي ده بالصبار برضو حلو جدا للشعر المصبوغ او الشعر الجاف او الشعر الهايش، بيرطب حلو قوي وسعره حلو، سعره يمكن 20 جنيه، حاجة و20 جنيه مش فاكرة، لكن هو سعره حلو وترطيبه عالي جدا للشعر، بيرطب الشعر حلو قوي وكمان ما بيزيدش الشعر، الشعر بيمتصه بسهولة. فيانسي بالصبار. وطبعا انا كنت جايبه فاتيكا، ده برضو هير واكس، بحب انا قوي الهير واكس للشعر لان انا بحب الكريمات التقيله اللي هي بتبقى ملمسها زيتي، ما بحبش الكريمات اللي بتدي على ملمس ميه، فبحب قوي الكريمات اللي ملمسها على زيت كده، فعشان كده دايما بحب قوي الهير واكس. ده فاتيكا كان حلو قوي اهو، انا خلصته تقريبا، فاضل فيه حاجه بسيطه جدا خلصته، بستخدمه طبعا ليا ولولادي، حلو قوي لترطيب الشعر، ده كان بالافوكادو وجميل، بيرطب الشعر، الهير واكس عموما بيرطب الشعر وبيطريه وبحبه قوي، فعشان كده بجيب منه انواع كتيره. بس طبعا بقى في نوع يعلى على نوع، يعني نوع تلاقيه احسن من النوع التاني كده، فانا هقول لكم النهارده تجربتي مع الانواع دي، انهي نوع اقوى نوع فيهم. اول حاجه هكلمكم على الجديد ده، ده انا جبت ده بازيليك واكس، هما كانوا كده عرض الاتنين دول مع بعض ب70 جنيه، وكان في نوع تاني لونه اسود بس لسه ما جربتوش، اللي جربته الاحمر والاصفر، دول ب70 جنيه، فطبعا كان العرض حلو جدا فقلت هجيبه بقى اجربه. ده الاحمر ده هير واكس كريم، مكتوب عليه بقى ان هو لتكثيف الشعر بخلاص جوز الهند وزبدة الكاكاو لتثبيت الشعر وزيادة كثافته، هو 100 جرام، العبوة 100 جرام، حلوة طبعا كبيرة. وهنا بقى مكتوب عليه هو بيعالج الشعر التالف، يساعد على نمو الشعر، بيساعد على نمو الشعر ان هو يبقى اكثر صحة. محتوياته بقى، هو بيحتوي على شمع البرافين وخلاصة جوز الهند وزبدة الكاكاو وزيت الزيتون وزيت الجوجوبا، كله يعني زيوت طبيعية. بيعمل ايه بقى الهير واكس ده؟ بصوا تبع شركة ميلانو، مكتوب هنا ميلانو، منتج مصري. انا حبيته جدا برضو الهير واكس ده، اولا ريحته حلوة قوي، وبعدين لاحظت ان هو فعلا بيطري الشعراية وبيخلي الشعر نفسه بيقلل هشان جدا. بصوا شكله من جوه، هو بيقلل هشان جدا، يعني اكتر ميزة في الهير واكس عموما ان هو بيطري الشعر ويقلل هشان، دي اكتر ميزة فيه. تاني حاجة بيدي لمعة حلوة قوي للشعر، بتفضل اللمعة دي بتدوم يعني طول اليوم، اللمعة في شعرك بالذات بتبان قوي لو شعر غامق، كمان الشعر بيفضل بيلمع وشكله حلو قوي، وكمان لو شعر قصير بيبقى فعال اكتر مع الشعر القصير، ان هو بيثبته وبيخلي شكله بيلمع جدا وبيخلي شكله ثابت كده، لان الشعر القصير طبعا واخد فورمة متسرح لورا، فبيبقى ثابت اكتر مع الهير واكس ده. الهير واكس ده عجبني جدا برضو، اللي هو بازيليك بيرطب الشعر ويطريه ويلمعه، وكمان هو بيساعد على كثافة الشعر لان هو فيه زيوت طبيعية. الهير واكس عموما ان شعري حالته بتتحسن بيبقى احسن، فطبعا لو انت من النوع اللي بتحبيش ملمس الهير واكس او بتحبيش ملمس الزيت، ممكن بتحبيش كريمات اللي هي الواكس دي لشعرك، لكن لو انت ممكن تستحملي مثلا الهير واكس او تستحملي ملمس الزيت حلو جدا، لان انت بتاخدي منه حاجة صغيرة بس بيفيد شعرك قوي وبيقلل التقصف، بيقلل الهيشان، بيطري الشعر، انا بحبه جدا. يعني ده بتاخدي منه حتة صغيرة وتعمليها في ايدك، تسيحيها في ايدك وتدهني بقى اطراف شعرك الاول وبعد كده شعرك كله، بس بتركزي على الاطراف.
زي ما قلت لك بيقلل الهشاشه وبينعم الشعر ويديه لمعه حلوه جدا، وبيثبت كمان الفورمه، ما بيبلش الشعر. لو طبعا دهنتي منه شعرك مش هيبل شعرك زي الكريمات العاديه اللي هي قوامها مائي، لا ده ما القوامه يعني قاعدته زيت كده، مش هيبل شعرك ولا هيبوظه. بس طبعا ما تعرضيهوش لحراره، يعني تحطيه على شعرك بعد ما تعملي شعرك باستشوار او البيبي ليس، مش قبل، علشان لو حطيتيه قبل هيحرق شعرك، يعني هيدخن قوي وهتلاقيه سخن جدا على شعرك فممكن يحرق شعرك. فانتي تدهني شعرك بعد ما تعملي شعرك باي حراره، تدهني بقى شعرك زي ما انت عايزه بعد كده، مش هيبله ومش هيبوظه، بالعكس هيحافظ لك على الفورمه، وهي كمان هيطري شعرك ويرطبه ويخليه حلو جدا. اهم حاجه بس ما تكتريش قوي عشان شعرك ما يلزقش في بعضه، هو كده كده عموما ما بيلزقش الشعر الا لو كترتي، خدتي حته كبيره قوي منه وكترتي. بصوا ملمسه هو زي جوز الهند، زيت جوز الهند لما في الشتاء وتلاقيه جامد، هو عامل زيه، لونه ابيض وبيتقل كده زي الزيت بتاع جوز الهند، فانا حبيته جدا ده اللي هو الاحمر ده، وحسيت فعلا ان هو فعلا مغذي للشعر. الاصفر ده برضو هير واكس، كان جاي في نفس العرض مع الاحمر، هما كانوا عبوة واحدة. ده بقى مكتوب عليه تركيبة بخلاصة البامبو وزيت الارجان لتثبيت وتغذية الشعر. ده برضو زيه بالظبط، بس ده بيساعد على تكثيف الشعر، بيتقل الشعر، لكن ده هو المفروض ان هو للترطيب يعني. بشمع برضو، في شمع البارافين وخلاصة البامبو وزيت الأرجان، زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت الجوجوبا، يعني الهير واكس ده سواء ده أو ده كله من يعني كله طبيعي، كله زيوت طبيعية بتفيد الشعر جدا. ومية جرام برضو كميته حلوة جدا، بس ده بقى عجبني أكتر من التاني في ريحته، ده ريحته حلوة أوي، ده ريحته عاملة زي البرفانات الرجالي كده شوية، ريحته جميلة جدا جدا، يعني مش ريحته بقى حاجة، يعني ريحته كده زي برفان الرجالي. بصوا اول ما بفتح العلبة حتى ريحته قوية جدا. طبعا انا استخدمت منه كتير، انا بستخدم ليا ولولادي طبعا، هو حلو قوي مع شعور الطويلة واحلى كمان مع شعور القصيرة. لو ابنك او جوزك وعايزة حاجة لتثبيت شعرهم وتسريحه وتنعيمه ولمعته وكده، الواكس ده اختيار رائع ليهم، اجمل كمان من الكريمات العادية، لان زي ما قلت لك قاعدته زيت او ما بيديش على ملمس الميه، فالشعر بيفضل متثبت ومش مبلول وشكله حلو جدا. وعلى فكره ممكن تستخدموه للتصفيف اليومي، مش لازم يعني مش لازم بعد الاستحمام مباشره وخلاص، هو يعني انت ممكن تستخدميه على شعر مبلول او شعر ناشف مفيش مشكله، بعد ما بتغسلي شعرك بتنشفيه بالفوطه وبتاخدي حته وبتدهني شعرك، الا اذا لو هتعملي شعرك بالبيبيليس او استشوار استني ما تحطيش عليه الهير واكس لغايه ما تنشفي شعرك الاول وبعد كده حطي الهير واكس. فهو لو على شعر مبلول هيبقى حلو جدا، بس ما تعرضيش شعرك لحراره. لو على شعر جاف ادهني شعرك بعد ما تكوني خلاص عملتيه، ادهنيه بقى بيديلك شكل حلو قوي، هيثبت لك الفورمه، هينعم لك شعرك، هيطريه، هيقلل الهيشان. بصراحه انا حبيت جدا الهير واكس وشايفه ان هو كله مميزات، يعني انا حبيته من الحاجات المفضلات عندي الهير واكس، سواء ده او ده. ميلانو بقى وفاتيكا، هو فاتيكا يعتبر اقل ترطيب كده فيهم، لان هم دول ترطيبهم عالي جدا، فاتيكا ترطيبه اقل كده نقول درجه مثلا من دول، بازيليك وميلانو وده ترطيبهم اعلى، لكن برضو فاتيكا جميل جدا برضو بيرطب الشعر، بس في حاجات بتبقى اعلى من حاجات. فالحاجات دي كلها اللي قدامكم دي اعلى واحد فيهم من وجهه نظري انا ميلانو، ميلانو اعلى ترطيب فيهم، لان هو كمان بيدي نسبه للشعر ان هو بيتفرد الشعر، بيدي نسبه فرد كده للشعرايه وبيثبت اقوى شويه. ميلانو ده انا كنت جايباه كان سعره 65 جنيه، ده مكتوب عليه اهو ان هو سترونج هولد وبرده بيرطب الشعر، كله زيوت وطبيعي وبرده صناعه مصريه طبعا، بيرطب الشعر حلو قوي، انا حبيته جدا ميلانو ده، برضو من الحاجات المفضلات عندي، اوريه لكم من جوه. بصوا ميلانو ده من جوه لونه ازرق كده شويه زي العلبه، زي لون العلبه، بس جميل قوي، انا يعني تقريبا قربت اخلص فيه كتير. هو زي ما قلت لكم بيرطب الشعر وفي نفس الوقت بيفرد الشعرايه،
فده اللي عجبني فيه جدا. ولما بيفرد كمان الشعر بيخلي تلاقي شعرك كده مسترسل، وطبعا بيضيع الهشام تماما، وكمان بيثبت الفورمه معاكي فتره اطول من الهير واكس سواء الاحمر او الاصفر او باتيكا. ميلانو اقوى واحد في التثبيت فيه، بازيليك بيطري الشعر ويرطبه، نفس المميزات لكن التثبيت اقل شويه من ميلانو، لكن برضو بيدوا نسبة برضو لفرد الشعر، بيفرد الشعر شوية برضو، بس ميلانو أقوى في فرد الشعر. فرد ميلانو بيفرد الشعرية أكتر، بيخلي لو في تمويجة في الشعر بيضيعها، بيخلي الشعر كده نازل حتة واحدة. فاتيكا كمان جميل جدا، وأنا خلاص خلصته، بس هو فاتيكا ترطيبه أقل شوية منهم، هما ترطيبهم أقوى من فاتيكا، بس فاتيكا برضو حلو قوي ويعتبر سعره كويس. طبعا هنسيب لكم في صندوق الوصف الفيديو اللي عامله لكم قبل كده عن فاتيكا. بصوا انا خلاص خلصته لان انا حبيته برضو، فاتيكا حبيته جدا ليا ولولادي، من اجمل الحاجات اللي برضو بتدهن للشعر، بتدي ترطيب وبتدي نعومة ولمعة وبتغذي الشعر. فاتيكا برضو من الهير واكس الجميل اللي انا جربته، بس ترطيبه اقل شوية، مثلا درجة واحدة بس من ميلانو ومن بازيليك. فلو هنرتب الواكس الهير واكس اللي انا حبيته، فاتيكا اقل درجة من ميلانو ومن بازيليك. ميلانو رقم واحد، بازيليك رقم اتنين، فاتيكا رقم ثلاثة من حيث الترطيب وفرد الشعر. ريحتهم جميلة جدا، ودي اكتر حاجة بتميز الهير واكس، ان هم ريحتهم جميلة، بيدي تعطير للشعر، الشعر بيفضل متعطر طول اليوم والعطر بيفضل ثابت. دي ممكن تستخدميها استخدام يومي، مفيش اي مشكلة. انا لما بحب استخدم كل يوم باخد حتة صغيرة على شعري، بيجدد كده التسريحة بتاعت شعري، وبيخلي شكل شعري حلو جدا، بيساعد على نمو الشعر، وبتلاقي ان شعرك كمان التساقط بتاعه قل. طبعا ده من خلال تجربتي انا اللي بقولك عنها، اللي حصل مع شعري، شعري بصبغه كتير جدا مبهدلاه معايا، فبصراحه الهير واكس ده جميل وبيرجع كده لشعري حيويته، وبحبه قوي. ان شاء الله اكون افدتكم، يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش اللايك والفولو على انستجرام، وارسليكم. باي باي.